طيب حضرة الحاكم سامعني؟ يلا أنا سمك. بس بدي اقول لك بس شغلة، قول. انه تنتبه من المقربين انتبه منهم. شكرا شكرا لك. خليها معك هيدي، يعني انتبه على نفسك من اقرب الناس إلك، مش بالمسافة. أكيد أكيد صح. بس في فساد بالمدينة، في فساد. نعم نعم. يعني انا لو ما وصلتني معلومات ما بقولها. انا محل منها دلع عن ساعة كفتة، اجيب لك لفتين قريب. هو هنا يفتح بالليل يفتح ورا الثنتين على السكارة، بس شو كفتة عندك؟ صدق الدنيا صارت لي ليش؟ الدنيا صارت لي بسطية، اجيب لك لفتين اوصلك كويس كويس. وياك لفة فلافل، عم يصير ثلاثة ماشي. بيبسي بيبسي كيف؟ بيبسي حبيبي. لا انا برايي تفوت بالجانب الثاني. ولا لا غير انت تحكي من البدايه. هناك مكان واسع مش حنقدر نعرف نقول باينه مكان، يعني من هذا لازم الحاكم يقبض. ليش عندي السحر ازرق؟ لك عاش هاي اللوفة ما ادري بيها هاني. اذا ما كان يعني مش كثير طبعا. هسه شلون اشتري؟ خلاص شفت ليه قاعد على النص؟ ممكن لا تشلل. سوي عادي عادية، سوي عادي عادية، انزل 244 ثاني. ممكن يجمعوا للمواطنين وكل الناس. انت مش قد 240. كل الامور بخير ان شاء الله. ان شاء الله انا محضر الفرامة. يا حضرة الوزير، تفضل. لو ممكن تجمع لي الناس والشرطة وكل الناس، يعني كل شيء، شكوى وشخص بالمدينة. هلا الشرطة بعتذر، هلا هم يعني حفاظا على حياتك. نعم. ما بيقدروا يفوتوا ابدا. تمام مو مشكلة. أنت بتعرف الوضع يعني. سهل سهل. نعم. وهلا إن شاء الله المواطنين حنشوف. مو مشكلة، العساكر عادي يعني أقدر. حضرت الحاكم. نعم. ممكن بتحب غيرك الكرسي ولا مرتاح على الوقت؟ لا لا حاليا الحمد لله مرتاح. اوكي تسلم، شكرا على جهودكم يا حضرة الوزير. هلا يا اهلا ويا سهلا بحضرة السكرتيرة. تعالي عندي تعالي عندي يا عمي. دي حاضر يعملوا ايه دول؟ دي. إيه سلاحك يا بابا انت هو سلاحك انا اخده يا بابا سلاحك انت هو. دي سكرتيرة واختي مع بعض. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ المهم ليك اي طلبات خاصة، عايز تشرب حاجة، عايز نوصلك على حاجة، عايز نقتل لك حد من الحرس ضد ضدك. ده هيجيب لي لفات فلافل بقاله ساعة. فين يلا الفلافل بتاعت الحاكم يلا؟ انت سكرتيرة بتقعد راح تفضل اشتري له خلاص مو فاضيين. حبيبي يا نخته وسكرتيرته يعني ما اسمعش صوتك، ما انت تستأذن اصلا. ابو جود ابو جود سامعني؟ تحب على اي حاجه بتحصل برا؟ لا لا حاليا يا سوي اخضر سوي اخضر يا فليب سامعني دلوقتي سامعني؟ اه سامعيني. طيب عاوزين يتكلموا معاك بالقصه. طيب تفضل. في
فتشتهم طيب؟ كل حاجة يقولوا لي هم عايزيني وانا هوصله للحاكم. الحاكم بتاعنا متواضع ونزل. تفضلوا. مساء الخير حضرة الحاكم. اهلا راسي. مساء النور. مبروك المنصب. تسلم. شكرا شكرا لك. احنا ناطرين زمين قلنا بس عمو المعروف اذا في قابلك معنا لانه نزل يحط اغراضه بالسيارة مش هدف. ما فيش اي مشكلة انا موجود. شو اسم حضرتك بس؟ انا فجلة. اهلا وسهلا الاستاذ فجلة. وسهلا بك الفجلة. امروني واحنا ما فيش إن شاء الله داعي للتكليف نزلوا ايدك. اعتبروني كأخ، اعتبروني أي حاجة عاوزينها وأي حاجة محتاجينها يعني ما فيش مشكلة. وإن شاء الله احنا أملنا فيك كبير يا حضرة الحاكم. بس انتبه على حالك لأنه في كتير عصابات بالسيرفر. صح صح. بالمدينة عفوا. صحيح. لا إن شاء الله بوجود الصحة حطيد لك وجهك. على رأسي. وصل زميلنا بس أمو المعروف ليوصل. طيب ما فيش مشكلة. يعني بنتمنى ما تجيش اي مشاكل من الزائر. طيب نحن وزارة الصحة بنحل المشاكل. بنتمنى فيش عمليات كده. بعدين الحاكم هينزل يلف على المستشفيات بتاعت المدينة وهنشوف لو في اي غلط، لو ليكوا اي طلبات طبعا هينفس كل حاجة. تعمل ايه معك؟ وطبعا مكتبه مفتوح ليكوا في اي وقت. الحاكم مرحب فيه بالمستشفيات باي وقت. شكرا شكرا لكم. وإذا عزت أي شيء نائب الوزير بحضرتك موجود. تسلمون على رأسي. وانتو أمين إذا تحتاجون شيء بس قولوا لي بالخدمة إن شاء الله. بدنا سلامتك وتضل بخير. الله يسلمك. الله يخليك على رأسي. يعطيك العافية. تسلم تسلم. حضرت الحاكم هذا كان معاه صرع بس الحين إن شاء الله زبط. إن شاء الله. إن شاء الله بشوف. تمام. صرع شنو جايب من واحد مجنون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا حضرة الحاكم؟ الله يخليك. انت كيف حالك؟ الله يطول بعمرك. الله يسلمك. مبروك. شكرا شكرا. طبعا تأمرني على شيء؟ لا اذا انت محتاج شيء او اي حاجة في بالك يعني وقولوا لا تستحي لا تخجل. وان شاء الله انتظرونا فد شويه بس شويه نشوف الوضع على مود نوزع لكم هدايا. تسلم والله. بس بغيت اجي اسلم عليك بس. الله يسلمك على راسي. يلا تمرني على شيء. سلامتك عيوني. الله يسلمك. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم. شوف مين اللي السلام. يا السيد الحاكم كيفك؟ الله يسلمك. انت كيفك؟ شو اخبارك؟ سلمني. الحمد لله. مبروك المنصب. شكرا لك حبيبي يا غالي. الله يسلمك. حبيبي جاي اسلم عليك واتعرف عليك واشوفك. الله يسلمك وعلى راسك حبيبي يا غالي. توصينا شيء؟ والله سلامتك. انت اي شيء تحتاج انا قبلك موجود. ان شاء الله ان شاء الله ما لنا غيركم. ما لنا غيركم. الله يحفظك. الله يخليك. انتوا اللي بتحملوا المدينه. على راسي حبيبي يا غالي. الله يخليك. خدمتكم حبيبي. كل عاوز يحتاجك كل واحد حاضر للمواطن. ليش حضرت حاكم؟ بس بدي اقول لك كلمتين انا وانت هيك ما بدي حدا يسمعنا. لا ما نحن مع الاسف. لا لا ضل نفس المكان بس هم يبعدون عنا. بس اذا اتكلم معك لا ما توقفس. مع الاسف. ليش حضرت الحاكم؟ طب مو على تالي ما ما ما, ما ينفع. طيب حضرتك لو حابب تقول له اي حاجه ممكن تكتب اللي انت عايزه وانا هستلمه منك واوصل له الحاجه. طيب تعالي بكلمك انت على جنب هنا وانت بتوصلي له. اوكي مش مشكله. اوكي وينك انت؟ فليب جاي يخطبني. يا فليب جاي يخطبك؟ ما شاء الله. هو اللي برا عايز يخطبك. المواطن اللزوز اللي هناك ده بيبلغ حضرتك ان هو عايز يخطبني وجاي في الحلال ما شاء الله. وهو جاي يستاذن منك يعني ما شاء الله. وهو في تلفزيون
واسمه الدي ان اي جوبا ومش عارفه الرقم الوطني بتاعه ايه كده. فقال لي بلغي الحاكم وشوفي ما شاء الله هيقول لك ايه وبس. قلت له تمام شوف الموضوع ده بعدين. وانت موافقه؟ انا قلت له بيقول هيقتلني ولا خلاص ادفعهم فلوس اللي عندك وخلاص. لا والله خلي لك تكلم بره. بيقول لي هيقتلني ولا ايه؟ قلت له لا انا اللي هقتلك. فبيقول لي لا ليه يقتلني؟ نعم.